يا هلا والله مرحبين عدنا في حلقه جديده من لعبه بين رايت. عدنا يا عيال في يوم جديد وصباح الخير. والله هذا عيال السهم اقسم بالله شوفوا بطلق عليكم ترى انا كل حلقه لازم كل واحد يجي يصحح لي شلون طريقه كلامي. حسان القنب بشده النون القنب والكتان بشده التاء الكتان. مغاره هذه من راسك جبتها هي غاره يا عيال. مخلصنا مطرقة الحرب، هذا المطرق الأفضخة ها. أوكي أنا ما أعرف أتكلم، بس مشوا الليلة، دقون. يا أخي كتان أسهل، قنب أسهل. مغارة غارة، كل واحد يا عيال. لا أوكي صراحة غارة ومغارة جديدة عليها، توني أدري إنها تفرق. رحت بعت عنها طلعت مغارة هي الكهف أو نوع من أنواع الكوف، والغارة هي الهجوم اللي تصير. اما القنب الكتان هذه بنمشي على ذي زي ما هي. طيب نبغى نشوف احنا الحين هذا قاعد يشغل طال عمره، نبي نشوف المطرقة الحرب هذه كيف نسويها. اقدر اسويها هنا، بحتاج سبائك برونز. سبائك برونز ما قد جمعت برونز انا، فوش بسوي؟ ابى اقول لهم يا حلوين عضونا يا طلعوا سلامة فرن صهر ابدوا اشتغلوا فيه. وقلتوا لي انتوا ان عشان تحط الاولوية لازم تكون الاولوية واحد بدل تسعة. تسعة ترى في ألعاب كثيرة تسعة هو معناته أن أهم أولوية عالية. ألعاب كثيرة قد لعبتها زي أوكسجين نوت إنكلودد وما أدري شو هذه اللي تحت الأرض وما أدري شو الزبدة. طلع لا لازم في اللعبة هذه تخليها يضعون سلامة أن الأكسجين حلو خلي الأولوية واحد معناته مرة مهم. فعلعم بنبني إحنا هنا الفيرنس هذا، خليني أقربه من البيت هنا شوي. انا مخلي الشارع هذا كله شارع صناعات ومدري ايش، فلما اجي عند مكتب الابحاث بخلي الاولويه ثلاثة بدل كان تسعة يعني لا احد يسوي شيء. وش اخلي الصولجان؟ ابغى وش ذا هذا حق هذا؟ نبي بيك اكس. ترى البيك اكس مره كويس يا عيال. شلون نسوي بيك اكس؟ ما في بيك اكس؟ شلون نجمع طيب اغراض؟ في سيف في اختراق السيف. فأس الحطب او فأس حطاب والله كويس برضو، هذا قوي فأس الحطاب. والله اني مسوي فأس الحطاب بدال المطرقة حقت الحرب ازين، هذا 36 والمطرقة حقت الحرب مدري كم قليلة يعني. طيب هنا مخيم التعدين. والله هذه شكلها كويسة يا عيال. يقول ضعف القبة مخيم التعدين يبغانا نشتغل عليه. خلنا نشتغل عليه تعال. مرة اصلا ما يحتاج شيء، يحتاج خشب واشياء بسيطة. حطيتها الاشياء اللي يحتاجها. وفي البحث هنا راح نضيف اوكي محطوط كل شيء. زدنا الحجر، خلينا نحط برضو خشب يجمع لي يعني مره واحده. اتوقع حاطين هنا في الستورج في خشب وفي حجر في اشياء حلوه. لا والله خشب مره قليل والحجر مره قليل، فشكلي يبغالي يعني اخليهم يركزون على الحجر والخشب. بقول اولويه الذا ثلاثه والحجر ثلاثه، الخشب والحجر عشان يجمعونا اسرع. زين وبخصوص المستوطنه اتوقع ايوه هنا منضدة عمل بسيطة لازم نعدل الأولوية حقتها. بخليها خمسة برجعها، ونار المخيم برفعها ما لها داعي. كنت على أساس إني منقصها طلعت لها الحين طلعت رافعها. خلاص الأمور كويسة إن شاء الله. أبيهم يشتغلون بس على أكس وبيك أكس للمستقبل عشان مواطننا الجديد هذا ما معه شيء. شوف هم قاعدين يشتغلون على فخ صغير هذا أو جوالية، ونبي برضو يشتغلون في مجرفة وال مسامير نحاس فخ صغير فأس بسيط احسن من الفأس حقي ذا ولا لا نفس الظاهر بس ما في اوه شوفوا العصا. ما انا قاعد اسمع صعب، ما انا قاعد اسمع عشان ما حيطقطق علي. ما انا قاعد اسمع ترى بكمل المقطع وانا ساكت. خلاص انتوا بدون ذا تقطقون علي. شوفوا الاسهم ما تحتاج ريش، الظاهر في نوع اسهم ثاني هو اللي يحتاج ريش. الزبده يطلعون سلامه. ما فيه بيك اكس، سووا لي بالزبده خشب اسمه درع خشبي، واسوي لي قوس صغير اذا قدرته. زين مره واحده بس تكفي حبه حبه. يلا رفعنا الاولويه، انا بطلع لحالي بدور البرونز هذا عشان اقدر اسوي المطرقه، مع انه والله حسن مو بذاك الزود يعني ما حسن بذيك الاهميه. وبخلي اهل القريه يشتغلون. شوف والله قاعد يشتغل على البحث، شكل خلصون بحث مره بسرعه يا ولد. شو كنت مستعجله؟ باقي حجر بس وتخلص. يا سلام عليك يا عيال، في هنا مسوي لي افخاخ مرة كثير. اسلا هذا من الرسمة. هذه من الرسمة ذي مسوي لي افخاخ مرة كثير. طيب حلو. طبعا عشان يشتغلون هنا على الافخاخ لازم يطلعون سلامة يكونون في شغالين شغلة اكل ما اكل. انا ما بعد سويتها للحين، لازم اسوي لها بحث. كيف بقايا حيوانية؟ والله ما عاد في لحم، لان يطلعون سلامة
من زمان مصيودة ومسحوب عليها، فظهر عفن اللحم. أوكي حطينا الطعم فيهم، عطني زيادة، في زيادة عندي؟ ما عندي زيادة، بس حطيتها كلها. والله ما كان كثير عندي اللوت. أوه سوالي مخيم التعدين يا عيال، اشتحوا يا أخي سوالي. طيب بيكاكس في جامع المياه تستخدم تجميع وتخزين مياه الأمطار، ما أدري شهادتها صراحة. رف الأسلحة، أوكي نحط فيه أسلحة من كثر أسلحتنا. نبي نشتغل على التدخين، في حق التدخين عشان في مهمتنا نجيب 5 لحم او 2 لحم مدخن مع البودا، ما ادري شو اسمها ذيك القريه، بس انه ما عندي حق التدخين. ايوه يقول لك هذا نار المخيم مع رف التدخين. ايوه بنسويه. يحتاج قنب، اوكي معنا هي اسمها كانبل، ما ادري كانبس ما ادري وش اسمها، فما ادري صراحه، بقول قنب زبده. راح يفتح لي حق نار تدخين، كويس ندخن الاكل فيه. والمعول المفروض اني اقدر اسويه الان. اي والله هذا هو معول اقدر اسويه، يحتاج خشب. اوكي اجي بسويه وبنطلع. طيب حطيت دق واحده، بشوف كم بتعطيني خشب. عندي انا الحين 6 في شنطتي، بشوف هذه اللوج الواحده المفروض تعطيني كثير، المفروض تعطيني 6 لحالها. ايوه والله الظاهر اعطتني 5، 1 2 3 4 5، والله حلوه حبه اللوج تعطي كثير، والله والله مش بطال. يحتاج حبه حزام عشان اقدر اسوي حبه الحزام. هذه نجيبها احنا لما نسطر اللي برا. شوف عندي 6 حبات، فباخذ لي حبه نسوي فيها اسمه البيك اكس. طبعا بسويه باخذه معي بطلع ندور لنا برونز. احتاج برونز عشان اسوي المطرقه، واحتاجها اصلا البيك اكس هذا احتاج فيها كثيره مره. وسووا لي قوس زياده، لو بعطي احد قوس كويس. حاليا تم فتح نار تخييم، حلو حلو حلو. هذه لازم نبنيها عشان نسوي لحم مدخن، بحطها جنب نار الطبخ هاي. طبعا يلا عاد سووا لي اياها انتوا، انا ابى بطلع. بس خلينا نسوي اخر شيء، نسوي شيء للبحث بعدين نطلع. خدي بهذه كوخ البحث عن طعم، ماني مكتوب لم يتم اكتشافه بعد، ما ادري كيف. شلون ما تم اكتشافه؟ مو انا ماشي صح، ماشي معسكر بعدين فوق، بعدين المفروض ارقى فوق زياده. الظاهر لازم افتح قاعه القريه عشان اقدر اروح هناك، لان شوفون في خط في النص هنا صغير، هذا الظاهر اللي فوق الخط ما اقدر اسوي له ريسيرش ابدا. ايه شوفون الخط الصغير هذا الظاهر. طيب خليته يسوي لي بحث، ذا يحتاج طين والله الظاهر ما راح يمدي. اذا قدر يسويه كويس، اللي يحتاج طين هو في العموم. فبنطلع احنا خلاص نبي نروح الحين ندورنا على برونز. طيب بعد بحث بسيط كذا اكتشفت ان البرونز اللي احتاجه نجيبه من التن، مخيمات التن. في واحد هنا اذكر خام النحاس، الظاهر هو اللي راح يعطينا البرونز. في مهمه هنا، هي هذه المهمه اللي في هيرندن، الحرمه اللي قالت لنا ازرع شيء مسروق عندهم في المخيم عشان يتصافقون بينهم. والله فكره مش بطاله، اروح اسويها. فينا خام قصدير بعد، ظهر قصدير برضو يعطينا. فعلى العموم ببني المخيم، قررت اني ابنيه هنا في القرية، ما نبنيه بعيد. فبحطه كذا على جنب، مخيم التعدين زين، بحطه هنا على جنب كذا ورا بيتي. ليه؟ لان اكتشفت انه ما يفرق الظاهر مرة انك تحطه عند المراكز نفسها او تحطها او يعني عند نفس الحجر او تحطه عند قريتك، لان في الاخير بيمشون يعني، فيهم المشي فيهم المشي. فبحطه هنا عشان يسهل عليهم البناء. اللي يحتاج لوجز مره كثير وخربيط مره كثير. وهذا خلصوه؟ لا والله، اي والله الظاهر خلصوه. اضافه لا ما خلصوه، استغفر الله. يحتاج حجر خام، لا اضافه خام القصدير واضافه خشب. خلاص هم بيجيبونه عاد بعدين. وهذا معسكر بحث عن الطعام ببنيه. اوب بنيته هنا بالغلط. والله مكانه مش بطال ورا هنا، مكان ابدا مش بطال. بخليه هنا حلو. هو صح جت صدفه بس مو بشينه يعني. طيب بمشي اجل الحين بغير كل خطتي، ماني مدور برونز. طلع البرونز هو اصلا من النحاس يتسوى. فايش بسوي؟ ابروح اسوي المهمه اللي هنا، اللي هي راح نحط الديسك كذا شيء مسروق عشان نخليه متهاوشون بينهم وبين بعض. انا جوي الفتن والمشاكل. في 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 غزال، في غزال وينه؟ وينه؟ ما اشوفه. نحاش شكله زبده. في هنا برضو زي معبد، خلينا نمر نشوفه. يعني في الغالب المعابد اللي زي كذا في الالعاب تعطيك يعني شيء مميز، تعطيك مثلا بف كذا شيء يسرعك، لوت، صندوق القرابين، نهب، اوه سرق ابوه بعد، كتب ما ادري ايش، مذبح، في مذبح وثني. اوكي كلام قريته منهم. طيب بس كذا شوفوا الكتب، قلت لي ليش ما قاعد تقراها ما ادري ايش، ادري المفروض اقرا، بس احس اني ودي اخلي الاولويه للمواطنين عندي، انهم هم اللي يصيرون اقوى، هم اللي يتعلمون وزي كذا.
فعشان كذا ما قاعد اقري نفسي الحين، ابغى اشياء اللي بستفيد منها زي الرمايه تساعدني في الرمايه، الكتب تساعدني في الرمايه بقراها على طول، لان اكثر شيء بستخدمه في اللعب الرمايه اللي هو بالبو هذا. ايوه هنا المكان التعجب ظهرني قربت، في علامه حمراء هنا ذئب. اوكي ظلام فجاه ما اشوف يا ولد، والله ما اشوف. تعال تعال سوي لي تورش، والله ما اشوف شيء. وش المهمه الحين؟ اوكي نجي هنا ورد هنا نزرعها. ايوه هذا الصندوق مخبأ قطاع الطرق المخفي، حطيت الرمز اللي سرقناه. اوكي لازم الحين نرجع نكلم ايميلي، ما اتوقع انها بتنام صراحه، بس خلينا نرجع. ايميلي حتنامين؟ هذه ايميلي، هذه ايميلي راح تنام. بالحق عليها دخلت جوا الغرفه، والله دخلوا جوا، دخلوني دخلت يا ليل الليل. لا شوف قريتي والله، شوفوا قريب مره من هيرندن وبدت تنور، بدت خلاص تصير فيها ملامحها. يبغون نشتغل على هذه شو اسمه هذا الحواجز عشان نصير لها حدود، ما حد يداهمنا فجاه. هم يداهمونا بيداهمونا بس يعني عن قولت. والله حاط اشياء كثيره تنبني الحلقه هذه ما شاء الله، قاعدين نبني مره كثير. عندنا حق تجميع المعادن، تجميع الاكل، وهناك حق اللحم المدخن، وهنا بنينا برضو لسه ما بنوا فرن الصهر. طيب يلا خلينا نرقد والصباح رباح. توقع بيجي الشتاء ولا خلص؟ مطولين على الشتاء شكلنا. اليوم 16 يعني في اسبوعين سوينا كل هذا، ترى كويسه. دخل الشتاء والله. يب اسمع في واحد من الشباب لازم نعطيه والله البسو، والله نايس. من جبته؟ عطنا المخزون، خذ الدرع تستاهل والله. ويحتاج برضو بيك اكس او اكس عشان يطاق، بس ما معي صراحة. في هنا، في هنا واحد زايد بعطيه هذا، بعطيه ذا. والله قاعدين يبنون يا عمري، والله يا عمري انا اللي يبنون. تعال امسك، اتفضل اتفضل اتفضل، خذ سلاح المؤقت هذا. طيب بقول لهم يسووا لي مجرفة اذا قدروا، و فأس بسيط إذا قدروا برضو، بحيث أنها تكون موجودة وجاهزة عند الحاجة. والله هذه العصا أنها فيها بركة صراحة، تحتاج سبائك نحاس. الزبدة ما علينا، خلني بشوف الصيد اللي عندنا هنا. أوه والله طيب، والله والله طيب. يبغالي يجيب لي فطر. صح شتا الحين ما في فطر، الظاهر ما عاد في مشروم. أي والله يعني ما يمديني أعبيها أكل، بس يمكن في المخزون فيه. فيها أوكي، فيها توت، جيب التوت. هذا التوت خاص هو المخزون الاخير للشتاء، بس اني بحطه هنا طعم. اوكي حطينا الاخيره هذه باكلها انا. شوف ايش يحتاج، نار مخيم، تحتاج سبائك الظهر في نوع من المعادن. ايش يحتاج؟ نار المخيم يحتاج سبائك القصدير، لازم اصهر القصدير. طب لا خلصوا لي هذا، عجلوا. والله الظهر نبنوا خلصوا. شوفوا سبائك برونزيه ايش تحتاج؟ نحاس وقصدير. وسبائك النحاس تحتاج نحاس. النحاس منين نجيبه؟ النحاس انا عندي اربعه، منين جايبه؟ هذه نحاس صح؟ هنا النحاس، حلو حلو مكانها سهل. وسبائك القصدير يحتاج قصدير، اعطوني واحده بس سووها لي. تحتاج طبعا خشب عشان نولعها، وبيسووا ليها عشان يبنون لي هنا. يب يبنون لي نار مع مدري شو، خلنا بخليهم يسوونها لي مع ايش؟ انه تعبئة، عادة تعبئة، يعني كل ما خلص المخزون حبة يصهرون حبة زيادة، بس حبة، لأن ما عندنا احنا أصلا موارد كثيرة. بعدين بخلي من كل شيء حبة جاهزة دائما في الستوك احتياطا لو احتجناها. هذا لازم يخلصونه اللي هو حق تجميع، والله مرة مرة لازم يخلصونه. وش ينقصه كتان، خشب وجذع، كل اثنين يحتاجون. جاب حاط حبة حبيبي والله. طيب ده على وين يخلصونهم، أنا بروح الحين برجع أكلم إيميلي، لأن لازم نخلص مهامها. والله البقرة هذه بلا ذبح، والعنز هذا تبعهم يا اخي، العنز بيل بعد ذبح. بس مشكله ينقصوني مره كثير. ايميلي، هذه ايميلي عيال، هذه السوسه. السوسه، تعالي 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 تعالي. اوكي قاعد كويس. راح تكون في فوضى عارمه، خصوصا اذا كانوا يشربون، يعني اذا كانوا مو في وعيهم. طيب عطتني عمله معدن، عمله قديمه وثقه فقط. الى الان انا زميل ترى مع القريه هذه. في واحد هنا عنده مهمه، خلينا نكلمه يمكن يعطينا نوصل صديق هنا. هذا عنده كتب، بائع كتب. اي والله يبيع كتب، حلو اقدر اشتري من هنا لو بغيت كتب، اقدر اشتري من هنا بحث وما ادري ايش.
طيب ما اتوقع اني بحتاج حاليا، بس ممكن عنده مهمه. يقول لي عن مكان المعابد، يقول الظاهر ابغاني اروح لاجيب له شيء. بقول لا، انا من المضحك ان تذكر ذلك انك تجيب طاري المعابد، لاني انا صادفت بالفعل احد هذه الاضرحه، الظاهر يقصون بالاضرحه اللي هي المعابد. ايوه الا هي، بس كذا اعطاني والله 50. اوكي اعطاني 50، خلصنا المهمه. اوكي ما ادري ايش عنده استفهام للحين. وشوفوا اصلا انا عندي مهمه هنا، التقدم في العالم، اني اصير صديق مع القريه هذه. طيب خلينا نشوف المهام الثانيه اللي عندي. انا ما اخذ مهام الظاهر كثيره ما سويتها. عندنا تقدم في العالم، هذه الحين لازم نخلصها. في احتياجات النجار العجوز. طيب هذه احتياجات النجار العجوز سهل اقدر اسويها. هي وين اصلا مكانها؟ تتبع، خلينا نسوي لها. يحتاج اشياء بسيطه زين، هي الظاهر ما ادري وين تتسوى صراحه، بس انها تحتاج اشياء بسيطه. اذا كان تبع هيرندن كويس، لاني راح اكسب اسمه اصير صديق معهم. يحتاج طبعا سلامه 4 حبل بسيط موجوده عندي، 2 قطع من اللحم المطبوخ برضو ظهر عندي، و2 جذع. ايوه هيرندن 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 في هيرندن. حلو، يعني ان شاء الله راح نخلص مهمه التقدم في العالم مره واحده، يعني نخلص مهمتين مره واحده. مع مو معقول حتى الكتان ما اقدر الوته هنا في الشتاء، ولا اي نبته. والله قاعدين يبنون يشتغلون، والله نايس يا اخي. اوكي خلنا نطبخ اللحم اللي هنا. تعال حبيبي. وفي صيده هناك طيبه. حلو حلو حلو. صار على البحث القادم. انا مش حطيت اصلا بحث، كان المزرعه يحتاج فقط طين. يا اخي الطين هذا غثه مره. شكلي بطلع الحين اجمع طين بنفسي، بس احتاج اني اكل لي لقمه صراحه. ما عندنا اي اكل في الستورج. احا والله مصيبه يا عيال، ما عندنا اكل. والله اباكل لي الستيك شكلي. اجل هم مش يحتاجون 4 حبل بسيط، خليني اخذ حق المهمه. والجدرون باجلها شوي، بروح اجيب طين. بجيب طين. الطين انا عارف مكانه هنا. ايوه هذا هو، بس الظاهر يحتاج شفل او شيء. هذا المجرف. سباك نحاس لازم يا حبيبي. اقدر اسوي سباك نحاس؟ الظاهر اقدر. سوي لي بالله، سوي لي سباك نحاس. قاعدين يسوون سباق قصدير الان ولا؟ الظاهر قاعدين يسوون. اي والله سووا سباك القصدير حبه. خلينا نقول اولويه 2، دائما ركزوا عليها. معي سبيكه قصدير ما احتاجها الحين، بحطها هنا. ايوه حطيناها. حلو، صارت جاهزه حق التدخين هذه المفروض. درم سويناها. والله نقدر نحط سمك ومدري ايش للتدخين، اي شيء يقدر ادخنه هنا. حلو، ما عدا طبعا الفطر. والله ظاهر حتى الفطر، اضافه فطر اقدر ادخن الفطر بعد. نايس والله، خلاص هذه ما احتاجها النار الطبخ هنا. يعني مهمه حق اللحم المدخن ان شاء الله راح نقدر نسويها قريب باذن الله. احتاج حبتين لحم زياده. ايوه جتني حبتين لحم. حلو، هذه ندخنها وصلى الله وبارك. اخاف عيالي ياكلونها، ميتين جوع مساكين. يا عيال المهمه يقول يحتاج 2 قطع من اللحم المطبوخ، مو انا عندي 3 الحين ما تحسب. ليه؟ لان هذا لحم صغير، قطعه صغيره من اللحم. هو الظاهر يبغون لحم غزال او شيء كبير يعني، للاسف الشديد. والله انكم بزران صراحه. تعال خلينا نحط هنا مدخن برضو زياده. وش يحتاج هذا؟ يحتاج بس يحتاج نار صح؟ خشب. حبه واحده بس. نايس جهاد، سووا لي سبيكه نحاس. سووا لي سبيكه نحاس يا اخي، رهيبين والله سووها. ليه متحمس؟ يعني معناته اقدر اسوي الان المجرفه، احتاج بس خشب ويقلع بالقوه. وهذا خلصوه بعد؟ لا لسه باقي. يحتاج كتان. ما في كتان يا عيال، ما في كتان في ذا الشتاء يا حول. المهم انا الحين اقدر اسوي طبعا سلامه المجرفه. حلو، عندي مجرفه، عندي بيك اكس، يا لك الحمد. بس الظاهر في مبنى جامع الطين المفروض ابنيه حتى هو. اوكي سوينا مجرفه، والله كبيره المجرفه يا عيال، وجع. حطيت هنا رقم 3 عشان ما تاخذ حيز. الزبده، جامع طين، في جامع الطين والله في، فنبنيها حتى هي جنب هذه. يعني نجهزها الحين، نحط الامر متى ما فضوا سووها. اوكي ما اقدر ابنيها هنا، يشعر ما ادري وش بيصاخط. ليه يا حبيبي؟ خرب بيس المجرف اللي معي. خلاص باجل موضوع البناء هذا بعدين. الان عندنا مشكله، ما في اكل. والله ما في اكل. والتدخين كم يبغى له وقت؟ والله مطول الظاهر، يعني مطول موضوع التدخين. والله حبيبي دبر عمرك انت يا، انا باكل قطعه الستيك هذه. يا اخي هنا في توت، والله حرام ما اقدر اجمعه. ايوه في جنب بيتي هنا خام القصدير برضو جنب بيتي. اوكي ها
هذه الحصادي في غزال هناك ابغاه والله احتاج اكل يا عيال. تعال ان شاء الله اني اصيده. قريتي بدو يتشكون من الجوع. بسم الله ما ابغى اقرب زياده. ايوه انسدح حبيبي ابغى راسك. بسم الله. لا توقعت بتنزل كذا. والله قرب الليل يجي فالظهر ما راح مديني اجيب الطين. والله ودي اصيد العنزة. ما شاء الله فقدت الثقة في بادستو. شفتوا العنز سبحهم ما اقدر اصير شيء. يعني ليتها ماتت اعطيتها في راسها مرة واحدة وقتلتها. لا لازم اعذبها شوي. طيب الطين هنا قريب مني ان شاء الله اني الحق اشوفه في النهار. لا تقولي لازم مو في الشتاء. لا بلا استهبال. عطنا ذي. طق يا حبيبي طق. ما في. المفروض انه هنا طين. شوف الخريطة. هنا طين. بس الظاهر الشتاء ما ينفع تجمع طين. في خنزير. ظني كنت مديني عليه. ترى قوي مرة الكلب. ايوه شوفوا حتى يعيد الرسبنة. بسم الله. شوي يموت. مات يا عيال. جبنا لكم اكل. يا سلام ناب الخنزير البري. يا سلام في اثنين بعد. بس من بذابح الثاني عشان يرسبنون. اوكي واحد يكفي. يا ولد ايش جايبه هنا؟ اوه شوفوا قطعه لحم مدخن جمعوها. كويس يدور اكل ما يتجوع. ما معي اكل. والله اعطاني لحم مره كثير بعد. والله بكيف الزبده. يمكن تمشي تاخر الليل هذه معروفه يا عيال الهواجيس وكذا. يا ليل الغزال هذا والله خاطري فيك. تكفى لا تروح بعيد. طالبك ميتين جوع. حل الشتاء علينا. والله راح بعيد. يا عيال هنا في خنزير بري ثاني. بس ما عندي مكان. يبغالي ذبحه بس مو الحين. خلاص الحين خلينا نرقد يا عيال. واتوقع بكره الصبح على طول بينتهي الشتاء. هو في الغالب الشتاء يوم واحد بس. فبترجع الامور ان شاء الله طيبه. بياكلون بينبسطون بيعلفون. يلا يا حلوين ارقدوا صباح رباح. يا الله صباح خير. اصبحنا ما خلص الشتاء. لا الحمد لله انه في لحم مدخن الحمد لله. والله على طول انزرط كلوه. محروق اللحم يا عيال. احترق لاني رقدت. لا لا تكسر. شغلك عصب بس مو كذا. والله احترق اللحم الزبده. تعالوا كلوه. كله اللي جاي يجي ياكل لحم محروق. تبون انا باكل معكم. تبون ولا لا؟ باكل هذه. هاي تعطيني اشياء كويسه. بنروح الحين ندور خنزير ثاني الله يعزكم. والله الشتاء طول. هذا المحسب نحسابه. لا طين ولا اي شيء اقدر اجمعه. دقيقه خليني بقول لهم يسوون لي برونز عشان نسوي المطرقه. ابي اجربها. هذه سبائك برونزيه بحطها اول شيء. يلا سوي لي اياها. يحتاج خام قصدير. خام القصدير اقدر اجيبه من البحيره. اوكي فراح تكون وجهتنا الى البحيره. احتاج ناس يجون معي تصدقون. ورا ما تاكلين انت. كلي كل لقمه حرام عليك. ايوه اول ما تاكل. كلت يلا تعالوا. ايوه شوف جائع يقول لك لانه جائع. ان تذكرون الحلقه الماضيه لما فجاه سحبوا علي كان لانه جائعين عشان كذا سحبوا علي. فلازم ما يموتون جوع. زبده بنداهم هذول. ايوه ما ادري ما قلت يهجمون بس ان هذول هجموا علي. بسم الله. ولا جته. خليني بشيل حق الاسهم حقهم على الاقل. يا رب تجي. ايوه جته طلقه. ما عندي استامينا وجع. دقيقه لا تقتلني. قتلته. وين اصدقائي؟ اصدقائي وينهم؟ اخويا ميتين مو معقول. اخويا ماتوا فجأة تدعوا كلهم ميتين ما في الا انا قاعد. ليه؟ يا ضعيفين كلكم متوا. اصلا مو كلهم جو معي. هذول الاثنين ما جو معي. ليه يا كلاب؟ شوف وين راحوا يا عيال. قهرون يعني كان مدين عليهم بس ما جو معي.
شو اسوي طيب انا بالله عليكم؟ والله ما ادري شو اسوي يعني المصيبه اللي انا فيها هذه، عندي دلوخ. تعال تعال بنروح بنرجع لهم بنرجع لهم، هذا الحمير اللي معي ان شاء الله ذي المره بيجون. يا اخي فجاه متفركشين كلهم، رايح كل واحد رايح صوب. اي بس والله فشلتونا، والله يمدينا عليهم، كان والله كان يمدينا عليهم بس سحبوا علي. انتوا شفتوا اوكي، في واحد في واحد اصلا يقول انا ما معي اسهم. حلو تعالوا تكفون بسعوري تكفون، شوف راح راح سحب علي. شوفوا الكلب كلكم نحشتوا ساخط، نحاشوا والله انكم والله انكم كلاب. اي انطقيت انطقيت انطقيت، خلاص انسحب انسحب انسحب. يا سحبوا علي مو معقول. اوكي راحوا خلوني، يلا يغفر غبنا راحوا خلوني. بس انه يا اخي امرهم عجيب. شوفوا الحين بيرجعون، الحين راجعين. طب ليش نحشتوا من البداية؟ يخرب ليسكم يا معاتيه. شوف في واحد سحب علي، اوكي تدرون واحد سحب ما تجوع سحب علي، خلاص انقلع انت بعد ما ابغاك، ابي لوتي على الاقل. ايه هنا اسهمي، انا اقول شيء وين اسهمي؟ فشلتونا والله فشلتونا صراحة، يعني ما الومهم ميتين جوع وحالات. يا اخي الشتاء شديد واقسم بالله طول مرة الشتاء بعد اي خلاص وجع. الغبنة تدرون وشو؟ ان في واحد اخذ كل اللحم يعني حتى ما نقدر ناكل لحم. طيب في هذا الغزال المشكلة لازم اصيده، لازم 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 الطلقة تجي فيه، لان لو ما جت بنحاش وانا بموت جوع يا اخي. على الحوالة يا شيخ، انا اسف انا اسف، ميت جوع. اوه ما نحاش علق، فكت فك كان عالق. مالي اللي اطلق طلقة عادية خلاص خلاص، نحاش نحاش يا حمار، بطلق مو لازم هيتشات. شو اسوي بعد؟ نحاش. شوف هذول الغربان، هذول يعطون ريش ما اقدر اصيدهم. طاح طاح طاح، صد الغزال، فرع المجوع فرع المجوع. بس ثلاثة يا ظالم. في غزال ثاني هنا، هيتشات يا سلام. اكل غريب الحين ما جاتني قرون منهم، مرة غريبة. لا اله الا الله، مبدأنا يقول ما غريب ما جتني واعطاني لحم مره كثير. بس ايش المشكله؟ اتوقع يحتاج حب قرنين مو قرن واحد. بس ذبحنا ارنب بعد خلاص ما في الا لحوم. قرن قلعي والله ودي ودي اعطيك واحده، بس شو اسوي؟ يزعلون هالقريه. بس بصراحه انا عندي مشكله مع نفس الموظفين، انهم ليه ليه ما جهزوا اكل؟ معقوله ما عندنا اكل يكفي يومين؟ ايش دعوه يعني؟ فيتحملون هم الملامه مو بانا. وبعدين ليش ما فيه ليش ما فيه خشب؟ نبي نسوي نحتاج خشب. تعالوا يا عيال كلوا 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 كلوا، بنزل لكم الحين احلى لحم مطبوخ. يلا من سبق لبق، اللحمتين جاهزه. طيب هذه الحلقه عباره عن معاناتنا في فصل الشتاء، والحمام هذا ما ادري ايش فايدته، يعطي سماد او انه يحرق. هنا نحط الاكل الفاسد، يقول سيتم تدمير العناصر الموضوع في هذه الحاوية، يمكن نرمي اللحم الفاسد وكذا يتخلص منها، مو بيعطيني سماد. اوكي ممكن. وش صار على هذا؟ يحتاج كتان للحين، اللي هو البحث عن الطعام. والظاهر هذا عشان ما بنيناه فصار وضع شوي خايس. وهنا مفروض اني حطيت مشروم، ما حطيت مشروم الا حاط فطر، ما ادري ايش ما كانوا يجمعونه صراحة. يعني وين رايحين ذول؟ الى صندوق المخيم توصيل جذع. وين رايحين؟ دقيقة، يكون راح يجيبون طين عشان هذه. لا، أصلا ما في طين في الشتاء الحين شكله. تكون توهقوني. يا ولد أنا طايحين في مهبل، والله طايحين في مهبل. في واحد علق هنا اللحم المدخن. ملقوف، والله إنك ملقوف، بيحترق طيب اللحم وأنت لسه راقد. زبدة، وين بيروحون؟ إذا راحوا يمين معناته يجيبون قصب النهر. والله غريب، غريبين يا أخي. والله إنهم غريبين. زاد تهديد المغارة 90، ليه؟ ليه؟ ليه زاد تهديد المغارة 90؟ ايش عملت ايه؟ كلت لحمة بس ترى. اسمع اسمع، برقد انا برقد والله، صباح دمرني، دمر معنوياتنا كلنا. والبلاء فيهم هم، ما قاعدين يجمعون لي اكل، ما يدخل، انا بحط لهم فين؟ ما يدخل. نتوقع حدوث غدا، اشوى اشوى غدا، لحقين ان شاء الله خير. ما في لحم اليوم؟ لا حول. لسه برضو ما فيش لسه شتاء، لسه شتاء ما في اكل. لا تكفى، لا خلاص ما نبغى حتى بكره، والله لسه شتاء يا حيال.
طول الشتاء وجع بالعاده ما يطول كذا. طلع الفطر خلص الشتاء. تعالوا 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 فرقه كلكم كلكم تعالوا. ابي الحين خلي يجون الكلاب. تعالوا تعال 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 انت يا تعال تعال ركض الحين هنا تعال. لا لا حركات الاستهبال والمبزره هذه اللي سويتوها اخر مره ما تنعاد ما تنعاد. اسمعوني انت يا قائدكم هنا لازم اعطيكم درس. يلا اجمعوا احصدوا الفطر كلكم احصدوه. ابيكم تعرشون الارض تعريش. يلا ما يتبقى لي حبه فطر واحده يا الكلاب. احصد احصد زياده انت احصد 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 فللت فللتوا. يلا خلاص روحوا رجعوه ودوه للمخزن. خلاص دون الحين المخزن ان شاء الله طلعه ثانيه بعد شوي. تقول لي اجل ميتين جوع اجل هذه اخرت عمري انا. تعال مستوطنه معسكر بحث عن الطعام خلصوا لي الان الان. اوكي مطولين عليه الظاهر. في عنده معسكرين بحث عن الطعام ما ادري ايش الفرق بينهم صراحه. الظاهر هذا انه يبنيه يلا ابنوا لي اياه وهنا الشغل فيه الظاهر. طيب عندنا نار المخيم هذه خلاص ما مهمه مره. نبي التدخين دائما دخنوا دخنوا مو دخنوا لا دخنوا يعني فهمتوا. طيب ودوا لي اياها تعالوا يلا مره ثانيه. لا 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 انا عرفت لكم انتو لا ما تعطون وجه وكلكم بيدي لازم احصد التوت انتو. يا يلا يلا ولا تبقولي حبه توت واحده. اي 15 خلصنا ما اتوقع خلصنا. تعالوا لسه في توت هنا الظاهر انه فللوا اصلا. والله فللوا. شوفوا جمعوا 23 يعني لوني دايم اسوي كذا. والله الموضوع كان سهل كان عندنا اكل كثير. شوفوا جابوا لي 30 توته. مديكم تجيبون فطر بعد مره واحده. اوكي فللتوا شكلكم. اذا ما قدروا يجيبون فهم فللوا. يب خلاص الان كل واحد يروح بيته كل واحد كل واحد ياكل. خلاص شوف معهم صحون مجمعين توت. طلع موضوع بسيط موضوع بسيط. ترى ادري ان غلطتي والله ادري ادري غلطتي اني ما جهزتهم قبل الشتاء بس اني دخلت اللعبه ناسي انه بنت كم باقي على الشتاء. عشان كذا توهقت. يلا بسم الله طلع فطر هنا خلينا نجهز اكل لحوم. هذا المصيده ان شاء الله تصيد لي. خلينا الحين نحط فطر مدخن. خلي مدخن شو المشكله. نزلتوا الاغراض نزلوا لي ست. وين الفطر اللي جمعناه كليتوه يا عمري ميتين جوع. ما ادري ما ادري ما ادري ما ادري ما ادري ما ادري لسه احس لسه لازم ياكلون زياده. ايوه هنا في فطر تعال جمعوا لي اياه. يلا احصدوا جميعا احصدوا. يلا بزارين اخر زمن والله طفشوني. خلاص فللتوا والله فللوا الظاهر. كل واحد يودي المخزن. يلا يلا ودوا المخازن. يلا شوف رماها رماها الكل. ليش رميتها؟ المفروض توديها يا تيس مو ترميها. زوي زعلان علي انك ترميها قدها. اوكي في بعضهم بيودونها بعضهم بيجمعون خشب مو مشكله. والله انا معليش يعني بعاقبهم بعاقبهم مره. اللي صار الشتاء هذا ما يكرر. ما احس اني ما بردت خاطري. فتعالوا كلكم يا تلاب تعالوا تعالوا كلكم 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 جمعوا لي الكتان او الكتان. يلا يلا جمعوا 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 لين يطلع من خشمكم. ايوه جيبوا جيبوا ايه جيبوا جيبوا يلا جيبوا روح جمعوا جمعوا مرميه بعد. والله ناس ما تمشي الا بالعين الحمراء. يلا تعالوا خلاص سامحتكم الحين. والله طفشوني طفشوني صدق. تعال خلينا نخلص ذا المبنى الظاهر ما بقى فيه الا خلني كنسل او شيء ذول. تعالوا خلاص انقلعوا بس بنينا يا عيال. كان موضوع بسيط جيبوا لي خام النحاس وخام القصدير. ركزوا لي على القصدير جيبوا لي 5 وعاد التعبئة. حجر خام ما له داعي لان اصلا نجيبه احنا كثير. زين خلاص بيشتغلون الحين هم على هذا الموضوع. النار على طول اسمر الفطر الظهر بشيله مفروض ما شلته لسه. خذ ليش ما حد خذاه. والله شوف الفطر مدخن شكله رهيب يزيد والله حليه والله مش بطال. انتهى بناء معسكر بحث عن الطعام. هذا مو هذا حق هذا حسب حق الطعام صح. هذا طلع مو حق الطعام حق معسكر عادي اللي هو حق الحجر وكذا. هذا حق الطعام وش اقدر احط فيه. بسم الله انا عندي حق الطعام هذا مو هذا هو حق الطعام. هذا معسكر بحث عن الطعام. اي والله صار عندي 2 نعنب بيصير فهاوه ما كان له داعي. 2 يقرا ابو الفهاوه. والله نفاهي يا عيال حسب انه ما عندي.
طلع هنا عندي موجود في قطن وفي طحالب، منين يجيبون هذه؟ بالله جيبوا لي اياها، بالله بحط اولويه واحد، ابغى واحد يجيبها لي مين. المهم بروح انا بجمع الطين، ويبغاني صح بغالي ابني، بقول يبنون مبنى حق الطين. شوفوا علقوا لي مشروع هنا. ايه يا شيخ اشتغلوا، اشبوا ليه ما تشوون كل ذا الفتره؟ هذا جامع الطين، خلني بحطه هنا، ما اقدر ابني جنب هذا على طول، ما في مكان احس، خلني بحطه قباله اجل، ولا احد راح يجمع لي التوت بري، ظهر ما حد يعرف مكانه. اسمعوا احس لازم نبدا هجوم، والله في فرقه جنبنا لازم نهاجمها، فان شاء الله انهم يجون، ما حد مصاب، اهم شيء كلهم ماكلين امورهم زينه، كلهم ماكلين امورهم زينه. طيب المحاوله الثانيه لفك الحصار، لازم نجلد هذول اللي جنبنا، مخيم اللي جنبنا ان شاء الله بيعطونا اسهم وكذا. طيب بيبدونهم، شوف انحاشوا، شوف انحاش الكلب، ليه انحاش يا اخي؟ انحاشوا والله، المصيبه اللي انا فيها. لازم افزع، والله لازم افزع لهم. اوكي خلاص انتوا طقوا، انا بروح لهذا راعي الاسهم، بس واللي انحاشوا بيجيهم طق كلاب، انحاشوا خلاص، روحوا روحوا، تدرون انقلعوا انقلعوا، بكنزل ابو ذا، ما ابغاكم عندي جنود، انقلعوا انقلعوا، انحاشوا ينحاشون، يحبون يركضون، يرفعون الضغط يرفعون الضغط يا عيالي، خلوني فجاه في نص الفايت. ناديت واحد يا عيالي يصير رفيق معي، لاني بروح اجمع بعد شوي الطين، وابغى واحد، ادعاء تم التخليص بالفعل، ابغى واحد يجمع الطين معي، فهمتوا؟ شيله، شو عندكم لوت؟ هي شيخ عطنا حزام ضماد يوميات اللصوص، مذكر قطاع الطرق، اعتقد ان هذا الرجل جديد انه ذكي للغايه وانضم الينا واوقعنا في فخ قطاع الطرق. ما ادري من ذا الزبده، في واحد مقلبهم شكله او حاول يمقلبهم ولا قدر. طيب مشينا الان الى تجميع الطين، المفروض انه هنا. ايوه الا والله هنا، هذا الطين صح؟ لا ومطر بعد، يعني غصب الطين. اي والله اي والله، مخزنك مملوء، تعال حبيبي انا جايبك ليه؟ خلاص روح البيت. ما قصرت، رمالي التوت هذا ما ادري ليش ما رماه في الارض. زبده بيودي الطين اللي اخذته انا بيوديه معه. وشوف الفطر المدخن كم واحد جابه، والله جابه كثير. شكله الريسيرش اللي يحتاج يسويه هو الصياد اللي هو اللي يصيد الظاهر، المفروض في صياد يشيك لي على الافخاخ وكذا. اوكي حطينا هنا اللي يسمونه الطين، بعد ما يخلص من هذا راح نبدا هذا الزراعه، طبعا زراعه كويسه برضو مش بطاله، نصير نزرع التوت البري اللي يلا نلقاه ممكن. والله سحبت عن المهمه، توهقنا جانا شتا جلدنا جلد يا عيال. يبغى لي الحين اشوف هذا وش وضعه، ايش صار عليه، هل جمعوا لي اشياء ولا ما جمعوا لي شيء؟ الظاهر والله ما قاعدين يجمعون لي كثير، خلنا ازيد الاولويه. الظاهر في بيك اكس، طب ليه ما قاعد يجمعون؟ يا تأس، اولويه واحد بحط، يلا اولويه واحد للبناء نفسه، اولويه البناء نفسه، المبنى نفسه اولويته واحد، معناته اي واحد يفضى لازم يبدا يجي يشتغل هنا. بس مين اللي بيمسك الموضوع يا ترى؟ خليني اشوف اذا احد عندي كويس في التجميع. هو يعتبر ضمن ايش؟ ضمن الصهر ولا الصناعه؟ ما في ما في، تشوفون ما في، في هنا تدريب صيد زراعه. اوه خلصنا مزرعه وفأس، حلو خلصنا مزرعه وفأس، الحين ندور شيء للصيد. تكفون معسكر الصيادين، اي بالله هذه بس شغلته الوحيده انه يسوي الافخاخ كل شوي، يركب فخ يشيل الفخ، يركب فخ ويظبط الفخ، ويشيل هذا ويجيب الارنب ويشيل الارنب، يعني مهمته مره بسيطه اصلا يعني الصراحه. طيب بخصوص التجميع، الى الان ما حد قاعد يشتغل هنا تجميع، والله ما حد قاعد يجمع يا عيال، ليه؟ هل المفروض ما بنيته هنا؟ المفروض بنيته هناك؟ لا يا شيخ، والله في واحد في النت يقول عادي. شو اخذت الحفاره تروح تجمع طين صح؟ حطيتها هنا الحفاره. حطيتها هنا عشان هذه مكانها مفروض. بالله طيب مره غريب الوضع صراحه، والله مره غريب الوضع. طيب على العموم بعطيهم امر من الان نسوي المزرعه نشتغل عليها، ما ادري انا ايش كثر. اخ ربليسه والله كبيره، والله كبير، بحطها في الجهه المجاوره هنا، مع هنا كان اصلا في شجر المفروض يطلع، بحطها هنا هذه الجهه، هذه جهه حلوه بعيده عن مكان الشجر، زين مكان الشجر ما راح يتاثر ان شاء الله. بكره راح يكون في هجوم، في الغالب راح ننجلد
فالله يستر علينا. المهم راح نوقف هنا ان شاء الله. الصباح راح يكون رباح، راح نبدا الحلقه الجايه بالمغاره او الغاره عفوا اللي راح تجينا، وراح برضو نشوف وضع الصهر وما الصهر هذا وش طريقته، او تجميع المعادن وش طريقته، ليه ما قاعدين يجمعون القصدير والطين وهذه الاشياء، هل لازم نغير مكان المباني، ممكن نضطر نغير مكانها. على العموم راح نوقف هنا، ان شاء الله تكون الحلقه. هلا شوفوا القناه، حطوا لايك تكفون، عجبكم المقطع، سلام.